السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. هنحكي لاولادنا قصة الامام البخاري وجمع الاحاديث. الامام البخاري هو واحد من اهم علماء الحديث، واسمه هو ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن المغيرة البخاري، الذي ولد عام 194 هجريا، وهناك اختلاف حول اصله، هل هو فارسي ام عربي ام تركي. كان والده من العلماء المحدثين، الذي كان يرحل في طلب الحديث، وكان الامام البخاري طالبا للعلم منذ صغره، حيث اخذ في حفظ القرآن الكريم وامهات الكتب. حرص الامام البخاري عند جمع الحديث، كان ائمة الحديث حريصين للغاية عند جمع الحديث، فلم يتهاونوا عند جمعه، بل كانوا يتخذون اشد انواع الحذر حتى يتم نقل كلام الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بكل دقة دون أي خطأ. وقد كان الإمام البخاري أحرص أهل العلم وأدقهم في جمع الأحاديث النبوية الشريفة. قام العلماء بتوثيق صحيح البخاري الذي أخرجه البخاري على مر العصور، كما تمت حوله العديد من الشروح والتصنيفات على مدار 1000 عام، حتى أصبح صحيح البخاري من أهم المصنفات الموثوق بها عند المسلمين. ذكر العلماء بعض المواقف التي تدل على دقة البخاري أثناء تحريه وبحثه عن الأحاديث الشريفة، حيث قيل أنه قد سافر ذات مرة إلى أحد الشيوخ ليأخذ عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينما وصل إلى تلك المدينة لم يكن يعرف هذا الشيخ. قابل البخاري رجلا في تلك المدينة وعلم أن فرسه قد هربت، الفرس بتاعه هرب منه، وكان يريد أن يعيدها إليه، فقام الرجل برفع ثوبه وكأنه يحمل في الثوب ده طعام، يعني كان رفع جلابيته كده كأنه حاطط في الجلابية كده أكل للإيه، يحمل طعاما في هذا الثوب من أجل الإيه الفرس، مما جعل فرسه تلحق به عشان إيه تاخد الطعام عشان تحصل على الطعام. وحينما وصل إلى البيت قام الرجل بفتح حجره، يعني ساب لبسه وأمسك بالفرس، ولكنه لم يكن معه أي طعام، كان بيخدع الفرس بتاعه. وكان الإمام البخاري يراقب هذه الفعلة متعجبا، ثم قال للرجل: أريد فلان ابن فلان. فسأله الرجل: وماذا تريد منه؟ فأجاب البخاري: لا أريد منه شيئا سوى أنه حدثت أنه يروي عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. ثم قال الحديث، وحينها قال الرجل إلى البخاري: أنا فلان الذي تبحث عنه، وقد حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. ثم ذكر الحديث الشريف الذي يعرفه. لم يقبل الإمام البخاري في ذلك الوقت أن يروي عن ذلك الشيخ، حيث قال أنه كان الرجل يكذب على بهيمته، كان بيكذب على الفرس بتاعه، فأخشى أن يكذب على، يعني ممكن يكون بيكذب في الكلام اللي بيقوله ده عن مين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا بدأ حرصه على الدقة في التحري عن الأحاديث الشريفة. وكان البخاري يتبع منهجا خاصا به في تدوين الأحاديث النبوية، حيث كان يقوم بتدوين حديثين في اليوم الواحد، وكان يصلي ركعتين من أجل استخارة المولى عز وجل قبل أن يقوم بتدوين أي حديث، وهو ما جعل صحيحه يستغرق وقتا زمنيا طويلا، حيث دام تدوينها به لمدة 16 عاما. قعد 16 عام يكتب في الأحاديث دي، يدون أو ينقل الأحاديث دي. وتميز الإمام البخاري بحرصه على تدوين الصحيح غير أنه لم يقوم بتدوين كل ما صح عنده، حيث قال رحمة الله عليه: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحيح مخافة الطول. وقد سافر البخاري إلى كثير من
إلى كثير من البلاد، تمام، إلى كثير من البلدان والأمصار ليبحث عن رواة الحديث الثقة. لقد اتخذ البخاري منهجا صارما ليكون في منتهى الدقة أثناء تدوين الأحاديث في صحيحه، حيث قد أوضح سبب الفكرة في إخراجه لصحيح البخاري، حيث قال: كنت عند إسحاق ابن رهاوية فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الأحاديث، تمام. ده قصة الإمام البخاري وجمع الأحاديث. نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.